هندرسون هاسلباخ ايكويشن. هندرسون هاسلباخ ايكويشن باي دكتور خالد عبد الفتاح ابو الفضل. للتواصل عبر الموقع خافضل.احلامنتدى.نت، وعلى الفيسبوك سوق فيسيولوجي جروب، وعلى اليوتيوب دكتور خالد ابو الفضل تشانل، وعلى التليجرام سوق فيسيولوجي جروب. النهارده ان شاء الله بنكمل كلامنا على الاسيد بيز بالانس. المره اللي فاتت اتكلمت على السورسز اوف هيدروجين ايون والفانكشنز او الامبورتنس اوف هيدروجين ايون، وقبلهم عرفت يعني ايه الدي اتش از ديفينيشن. النهارده ان شاء الله هناخد نبذه مختصره قوي عن حاجه اسمها هندرسون هاسلباخ ايكويشن. دي مهمه قوي وانا بتكلم في البافرنج سيستم، اما اجي اتكلم عنه اذا كان لنا عمر ونصيب المره الجايه ان شاء الله في البافر سيستم. هي الهندرسون هاسلباخ ايكويشن محتاج اعرف ديفينيشن لها، يعني ايه هندرسون هاسلباخ ايكويشن. It is an equation that represents the relationship between pH and pKa. ال pKa دي اللي هي عبارة عن ايه؟ ال kA دي عبارة عن ايه؟ ال kA دي عبارة عن ال acid dissociation constant. acid dissociation constant. اما قلت ال pH المرة اللي فاتت قلت انها عبارة عن ال minus logarithm of hydrogen ion concentration. اما اقول البي كي ايه المره دي يعني معناها الماينس لوجاريزم اوف اسيد ديسوشيشن كونستانت اللي هو الكي اي. يبقى تاني التكرار بيعلم مين؟ الشطار. اللي هندرسون هاسلباخ ايكويشن ات از ان ايكويشن ذات ريبريزنتس ذا ريليشن شيب بتوين البي اتش والبي كي اي اللي هي الماينس لوجاريزم بتاع الاسيد ديسوشيشن كونستانت اوف ايه؟ اوف اي ويك اسيد. طب الايكويشن دي بتساوي ايه؟ البي اتش بتساوي زي ما واضح قدامي البي كي اي زائد لوجاريزم السولت على الاسيد. طب لو خدت مثال فور بايكربونات بافر سيستم هقول ان البي اتش هتساوي البي كي اي زائد لوجاريزم البايكربونات على الكربونيك اسيد. والديسوشيشن كونستانت ده بيختلف من بافر سيستم لبافر سيستم. فالبيكربونات بافر سيستم البي كي اي بتاعتها 6.1، وانا عارف ان البي اتش اوف ذا بلاد نورمالي تقريبا 7.35 7.45، يعني تقريبا 7.4. وزي ما اتكلم المره الجايه ان شاء الله هنعرف ان البافر سيستم الكيميكال بافر سيستم يبقى قوي امتى؟ لما البي كي اي بتاع البفر سيستم تبقى قريبه من البي اتش، زي ما هلاقي في الفوسفيت بفر سيستم لما اجي اتكلم عنها ان شاء الله. فبالتالي وانا بقول الهندرسون هاسلباخ ايكويشن للبيكربونات بفر يبقى تساوي البي اتش بتساوي ايه؟ 6.1 زائد لوجاريزم البيكربونات على الكربونيك اسيد. طيب العلاقه دي جت ازاي؟ الهندرسون هاسلباخ ايكويشن نركز مع بعض عشان الامور تبقى سهل. steps of conclusion of هندرسون هاسلباخ equation، وهناخد مثال عندنا اطبقها على الهندرسون هاسلباخ equation for bicarbonate buffer system. الكربونيك اسيد اللي هو ال H2CO3 is a weak acid easily dissociates in a solution into hydrogen ion and bicarbonate. وفي قانون اسمه law of mass action. law of mass action بيقول ايه؟ ان الديسوشيشن كونستانت اوف هذا الويك اسيد هيساوي حاصل ضرب الهيدروجين ايون اللي هم البرودكت او النتيجه ايه؟ هيدروجين ايون وبيكربونات. يبقى الهيدروجين ايون ملتبلايد باي بيكربونات على الكربونيك اسيد، ده اسمه لو اوف ماس اكشن. يبقى بالتالي لو جينا قلنا ان الكي اي حاصل ضربها في الكربونيك اسيد هتساوي مين؟ الهيدروجين ايون في البيكربونات. يبقى معناها ان الديسوشيشن كونستانت ملتبلايد باي كربونيك اسيد هتساوي الهيدروجين ايون كونسنتريشن ملتبلايد باي ايه؟ ملتبلايد باي كربونيك اسيد باي بيكربونات. طيب لو عملنا ديفيجن باي ديفايدنج بوث سايدز اوف ذيس ايكويشن باي بيكربونات النتيجه ايه؟ البيكربونات ده هتطير ويتفضل لايه؟ الهيدروجين اين هتساوي
الديسوشيشن كونستانت مالتبلايد باي كربونيك اسيد ديفايدد باي مين ده؟ البيكربونات. لو خدت اللوجاريزم اوف بوث سايدز يبقى معناها لوجاريزم اوف هيدروجين ايون كونسنتريشن هيساوي لوجاريزم اوف ديسوشيشن كونستانت مالتبلايد باي كربونيك اسيد على البيكربونات. طيب يبقى بالتالي زي ما انا قلت اهو لوجاريزم اوف هيدروجين ايون هيساوي ايه؟ لوجاريزم الديسوشيشن كونستانت زائد لوجاريزم الكربونيك اسيد على البيكربونات. ليه؟ لان اللوجاريزم ديسوشيشن كونستانت مالتبلايد باي بيكربونيك اسيد على الكربونات هي هياها لوجاريزم اوف ديسوشيشن كونستانت زائد لوجاريزم اوف كربونيك اسيد على البيكربونات زي ما هو واضح عندي كده بالشكل ده كده. باي مالتبلاينج بوث سايدز اوف ذا ايكويشن باي ماينس 1 يعني معناها ناقص لوجاريزم اوف هيدروجين ايون هيساوي ايه؟ ماينس لوجاريزم اوف ديسوشيشن كونستانت ناقص اللوجاريزم ايه؟ الكربونيك اسيد على البيكربونات. يبقى تاني عشان اركز الماينس لوجاريزم اوف هيدروجين ايون كونسنتريشن هتساوي ايه؟ ماينس لوجاريزم اوف ديسوشيشن كونستانت ماينس لوجاريزم اوف كربونيك اسيد على البيكربونات. وبالتالي انا عارف ان الماينس لوجاريزم اوف هيدروجين ايون كونسنتريشن بتساوي البي اتش والماينس لوجاريزم اوف ديسوشيشن كونستانت بيساوي لوجاريزم الديسوشيشن كونستانت. وبالتالي اقول ان البي اتش شلت الماينس لوجاريزم اوف هيدروجين ايون كونسنتريشن بتساوي البي كي اي اللي هي الماينس لوجاريزم اوف بي كي اي اللي هي البي كي اي بتساوي الماينس لوجاريزم اوف كي اي ماينس ال ايه الكربونيك اسيد على البيكربونات. طب انا هعكس بقى اخلي الايه البيكربونات فوق والكربونيك اسيد تحت يبقى بقت زائد بدل ايه ناقص. يبقى النت ريزلت الايكويشن بتاعتي بتاعت الهندرسون هاسل باخ ايكويشن بتقول ان البي اتش هتساوي البي كي اي زائد لوجاريزم الكربونات على البيكربونات على الكربونيك اسيد. يبقى انا قدرت النهارده ادي ديفينيشن للهندرسون هاسل باخ ايكويشن عرفت هي بتساوي ايه المعادله بتساوي ايه زي ما قلت وعرفت جت ازاي وان شاء الله المرات الجايه هنعرف بالتفصيل استفادتنا منها ايه وانا بتكلم في البفر سيستم. التواصل عبر الموقع خافض.احلامنتدى.نت وعلى الفيسبوك سوق فيسيولوجي جروب وعلى اليوتيوب دكتور خالد ابو الفضل تشانل وعلى التليجرام سوق فيسيولوجي جروب. نسالكم صالح الدعاء.